تسقط المراسيم ونضالتنا مبدئية. تجسيدا برنامج نضالي الذي أعلن عنه المجلس الوطني في الاجتماعي الأخير، تخوض الشغيلة التعليمية وخاصة أساتذة وأستاذات التعليم الثانوي والتهيلي اليوم مسيرة وطنية تعبيرا عن الأسلوب الذي نهجته الحكومة في تدبير الأزمة والاحتقان اللي كتعيشه الصحة التعليمية اليوم، وأيضا تعبير عن رفض المنهجية التي اعتمدتها الحكومة وأيضا الوزارة الوصية في تدبير الحوار القطاعي الآن الذي يجري منذ أسبوع. إذن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي سواء من خلال محضر ديال العشرة دو جنبير، سواء من خلال بعض ما المخرجات التي تعبر عنها بعض الجهات التي تفاوض بخصوص النظام الأساسي، يعني نلاحظ أن الثانوي التأهيلي لحد الآن لم يحقق أهدافه، لم يوجد هناك إنصاف لهذه الفئة. الأساتذة ديال التعليم الثانوي أول مطلب ديالهم الأساس وهو سحب النظام الأساسي، سحب النظام الأساسي بمعنى جميع المواد التي شكلت مطار السخط والسياء لهذه الفئة يجب مراجعتها، يجب تعديلها، يجب الانفتاح حتى على مستوى التواصل مع نساء ورجال التعليم. لا يمكن أن نشتغل بالطريقة التقليدية القديمة، الغرف المغلقة والتعديلات التي مبهمة غامضة، يجب الخروج إلى الرأي العام وشرح ماذا يحدث. الطريقة التي تنهجها الحكومة في تدبير هذا الملف هي طريقة اللي فيها نوع من التعتيم. ما زال الحكومة والوزارة وحتى الأطراف حتى النقابات أيضا، رغم أن تلك البيانات في الحقيقة هي بيانات حتى أنها كتكون فيها بعض الغموض يحتاج إلى توضيح، ليس هناك تواصل مع الشغيلة التعليمية. حنا ثانوي التأهيلي شاركنا في إطار الحوار مع الوزارة واللجنة الحكومية من أجل إيجاد مخرج حقيقي وإيجاد حلول. نحن ماشي هدفنا أننا نبقاو في الشارع، ولكن ما يمكنش نساء ورجال التعليم بعد شهرين ديال التضحيات، بعد شهرين ديال الاحتجاج، راه الان تقول له رجع للقسم هو ما يشوفش بان المطالب ديالو تحققت. راه تاكد بانه الاساتذه ديال الثانوي التاهيلي راه لا يطالبون بمعجزه، يطالبون بالحد الادنى. الحد الادنى هو الانصاف على مستوى النظام الاساسي، النظام الاساسي فيه مشكل. يعني التصور الان الذي تشتغل عليه الوزاره والجهات الاخرى لحد الان ما زال غامضا، ما زال انا كنتكلم كثانوي التاهيلي، اعطيني شي ماده من المواد اللي تناقش اليوم وفيها انصاف او تم شي اشاره للثانوي التاهيلي واللي فيها انصاف واللي ممكن ترضي الناس. اذا هذا وضع ثم العداله الاجريه مقارنه مع باقي القطاعات، وهذا ليس عيبا أن 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 يطالب النساء ورجال التعليم بتحسين وضعهم. هل هي جريمة؟ لا، نطالب، نحن لا نحدد أرقام، نحن لا نحدد أرقام. أرى لا تأكد بأن نساء ورجال التعليم عندما يقدم لهم عرض، عندما يقدم لهم عرض اللي هو حكومي فيه إنصاف وفيه حد أدنى للمطالب، راه انت ملي كتعطي الاستاذ التعليم الثانوي 500 درهم تعاود التكميلي، دايش 500 درهم؟ لا اسمح لي، هذاك موضوع اخر، لان الزياده في الاجور راه فيها واحد البلوكاج، هذه منذ سنوات لم يكن هناك زياده في الاجور مقارنه مع مجموعه ديال القطاعات اخرى، مجموعه من يعني هناك ايضا تحولات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. ما يمكنش احنا نبقاو نعطيو ارقام فلكيه، لا اسمح لي، خص واحد النوع، انا كنأكد خص يكون واحد النوع اولا من التواصل مع نساء ورجال التعليم، والتواصل بالمعنى ماشي بالفوقيه، لا خص الحضور. وحنا كنا بغينا نوصلوا ميساج في الحوار اللي داز مؤخرا، ان يعني هذاك العمل اللي دار في الحقيقه عمل خلا اعطى واحد الارتياح للناس، بمعنى في الحقيقه علاش الحكومه ما مشاتش فيه؟ علاش ما توصلوش؟ كان خصهم يتواصلوا ويسمعوا،
ما يبقاوش يخرجوا او يعطيو للناس بعض التخريجات او بعض التصريحات او بعض التصريبات انها بحال لانها تعطي واحد التصور بانها التنسيقيات ربما غير مسؤوله. لا، التنسيقيات راه مسؤوله، وفي الحقيقه حنا كان عندنا تصور بالنسبه للتناول التاهيلي فيه مجموعه الفئات، فيهم الدكاتره، فيهم التوظيف المباشر، فيهم واحد كاين اساتذه اللي غيروا الاطار، كاين مجموعه الاساتذه خصهم انصاف. لو ما راه الاستاذ ملي استاذ عنده مثلا اطار ديال الدكتوراه، اطار ديال استاذ باحث، ولكن هو باقي يطالب بمطالب اخرى. يعني هذه المطالب اعتقد بانها ممكن ان الحكومه شوف الاضراب تاكد بان النساء ورجال التعليم راه مسؤولين، وهذا الاحتجاج هذا البعض ربما كيبغي يسوقوا سياسيا انه احتجاج عنده شيء ابعد. الاحتجاج عنده ابعاد مطلبيه، عنده افق مطلبي. تاكد صحيح انه بعد احنا ماشي كنقولوا بان 1500 درهم قليله او لا، هذاك ماشي انجاز، او لا بعض المكاسب اللي حقتها فئات ماشي يعني لا، كاينه مكاسب، كاينه مكاسب، ولكن هناك يعني واحد المجموعه ديال التدابير اللي الحكومه لو قامت بها تاكد بان نساء ورجال التعليم غيتعاملوا معها بكل عقلانيه وبكل تعقل وبكل تبصر، وترجع الامور للحياه الطبيعيه ديالها. وناكد على ان الحوار هو المدخل الاساس، الحوار مع الجامع. راه هاد الناس هادو اللي خرجوا ابناء المغاربه، اسمح لي، هاد الناس هادو اللي كنا في المسيره راه كلهم عندهم ابناء في المدرسه العموميه، ما يتزيد عليهم حتى شي واحد. وبالتالي راه هاد الناس هادو ما يمكنش هاد الجماهير اللي خرجت 5 اكتوبر و7 نوفمبر واليوم يخرجوا، وفي المدن كامله اليوم كاينه مسيرات وكاينه وقفات، وهاد الناس كاملين عند يعني فيهم مشكل، ما جيهم شي دوله اخرى، لا، هادو ناس حتى هما ضحاو وكيضحيو وراه ما كيطالبوا حتى بشي حاجه، ما نديروش عليهم السياسه، ما نحاولوش نبخصوا الاحتجاج ديالهم، لا، عندهم مطالب مشروعه، نجلسوا معاهم. وتاكد لو كان استمر الحوار ديال مره اخرى كنا نوصلوا نتائج. ولكن هنا السؤال اللي كتطرح، علاش الحكومه ما كملتش هذاك الحوار هذاك؟ علاش؟ بلا مزايدات، لان هي يعني الحكومه كدير مناوره، انت كدير مناوره. المناوره الاولى نهار اللي اعلنتي على الاحتجاج، اعلنتي على الاتفاق ديال 14 في الليله هذيك، كتقطع من الاجور للناس، كتقطع لهم الاجور، وهذاك يعني هذيك الرساله اللي كتعطي واحد الصوره سلبيه على الاداء، لان خص شويه الشفافيه وخص شويه الوضوح مع الناس، وخص ما يكونش ازدواجيه بين القول والفعل. يعني امام الراي العام، امام الاعلام العمومي كنحاولوا نسوقوا صوره، ولكن على مستوى الافعال، على مستوى الممارسه، على مستوى القرارات كنديروا انا كنقول لك راه حنا كننتظروا هاد الحوار اللي كيجري حاليا حول التعديلات، وغنقولوا راينا فيه، ومشي حنا الاساتذه في المؤسسات هما اللي غيقولوا. راه اذا تاكد بان هاد المخرجات وهاد النتائج فيها واحد النسبه من الموضوعيه والمعقوليه، ونبنيو عليها على اساس ان نرجعوا للاقسام ونأجلوا مرحليا النضال ديالنا، على اساس اننا نعطيو فرصه اخرى للحكومه انها تستجيب من باقي المطالب والحقوق.